وللحديث عن التشكيلة الحكومية الجديدة في إيران وانعكاساتها على الداخل والخارج أيضا مع خروج تظاهرات رافضة للنظام الحالي في الخارج، معنا من باريس عضو المجلس الوطني الإيراني السيد مهدي عقبائي. مرحبا بك معنا سيد مهدي. مرحبا بكم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم أستاذ مهدي. كيف ينظر الإيرانيون إلى الحكومة الجديدة التي اقترحها إبراهيم رئيسي؟ هل بالفعل تلبي تطلعات الإيرانيين أو أنها حكومة جامعة كما كان يطالب المرشد الإيراني؟ طبعا هذه الحكومة جاءت حسب مزاج أو رأي المرشد الإيراني خامنئي نفسه. هذه الحكومة ووزراء المقترحة من قبل الرئيسي وهو بنفسه صفاه مجزرة عام 1988، نعم، باعتقادي وباعتقاد الشعب الإيراني هيئة من القتلة والإرهابيين واللصوص، كانوا في مكتب خامنئي، وبالأهرى نستطيع القول هي عصارة وجوهرة أربعة عقود من ديكتاتورية الفاشية الدينية لهذا النظام والإرهاب والتطرف الملالي، وليس لها أي واجب الذي مكلف به من قبل خامنئي نفسه إلا مواجهة انتفاضة الشعبية وكذلك نهب أرصدة وأموال وثروات الشعب الإيراني وتشديد الإرهاب وطبعا وتحريض على هروب وتدخلات أكثر في المنطقة وتوسيع مشاريعه النووية والصاروخية و الخراب في المنطقة. نعم، على ذكر موضوع التدخلات أستاذ مهدي، حسين أمير عبد اللهيان الوزير المقترح للخارجية الإيرانية أكد بشكل واضح أن دعم الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة هو أحد برامجه الرئيسة، وبأنه سينتهج نهج قاسم سليماني فيما يتعلق بالسلوك الخارجي لإيران في محيطها الذي يعني أو في دول الجوار لإيران. نعم صحيح، هذا ما قال هذا الشخص اللي الآن يسمونه سميت للخارجية الإيرانية، بأن دعم ميليشيات التابعة لإيران في المنطقة هو أحد برنامجه الرئيسية، وأكد في حديثه هذا الشخص سيدعم حلفاء النظام بكل فخر، وهو كان يتحدث في جلسة البرلمانية برلمان الملالي اليوم لاختيار الوزراء الرئيسي، وأكد خلال حديثه بأن هذه الجماعات اللي طبعا جماعات إرهابية أنشأت بهدف استتباب الأمن المستدام في المنطقة، مثل ما كان يقول هو هؤلاء يستتبون الأمن في المنطقة، وقال وإنها تتمتع بطاقات كثيرة أخرى إضافة إلى توفير الأمن في المنطقة، يعني يقصد هؤلاء الميليشيات الإرهابية. طبعا هو يقصد خراب المنطقة، ما فعلوه في سوريا ولبنان واليمن والعراق من قتل ومجازر والإرهاب والفساد في تلك البلدان. وهو طبعا هذا عبد اللهيان مثل سيده الرئيسي يفتخر بدعم مجاميع وإصابات الإرهابية لدمار المنطقة، كما يفتخر رئيسي بمشاركة في مجزرة عام 1988، وقال هو يدافع عن حقوق الإنسان. هؤلاء هكذا يتحدثون، نعم، وهو يقول بهذا السبب يفتخر بما فعله ويطالب بجوائز وحوافز. هذا هو الدجل الملالي ووقح عند هؤلاء يفتخرون بما فعلوا من المجازر، من الخراب، من تدخلاتهم في المنطقة، من القتل، نعم، ومجازر اللي عملوا بها هؤلاء العناصر الميليشيات. أمام كل ذلك أستاذ مهدي، ما أهمية استمرار خروج تظاهرات سواء في الداخل الإيراني أو في الخارج مناهضة للسياسات الإيرانية؟ هناك في استوكهولم تظاهرات كبيرة خرجت وتخرج حاليا، وأيضا في الداخل الإيراني كانت هناك تظاهرات كبيرة في الأيام الماضية.
نعم طبعا هذه المظاهرات سواء في الداخل وصوتهم الجالية الإيرانية في الخارج لها تأثير كبير، سواء في ساحة الدولية في مجامع الدولية وعلى حكومات الذين يرون يعني صوت الشعب الإيراني ماذا يريد ويطلب الشعب الإيراني. في ستوكهولم اليوم كان مظاهرة حاشدة جدا يعني عديم النذير في تاريخ المعارضة في السويد ودول الإسكندنافية، شارك في عدد كبير من الإيرانيين الجالية الإيرانية وبينهم أوائل الشهداء وكذلك الشهود لمجازر الإيرانية خاصة عام 1988 التي راحت زهيتها 30,000 من السجناء الأبرياء مكتوفي الأيدي. هؤلاء يطالبون بتشكيل هيئات لمراقبة حقوق الإنسان في إيران وخاصة السجون الإيرانية، مثل ما جاء في الأخبار ما فعلوا في سجن إيفين اللي كشف خلال الأيام الأخيرة وما فعلوا طوال 40 سنة الماضية. طبعا هذا كمثال بسيط لتأثير هذه الأصوات في الخارج وسواء في الداخل. حميد نوري أحد عناصر الزالعة في مجزرة عام 1988 في سجن في ستوكهولم قبل أيام خلال المحاكمة احتج اعترض على أصوات المحتجين اللي خارج المحكمة كانوا يطلقون شعارات ضد الرئيسي وخامنئي وهو بنفسه، ويطالبون بمحاكمة أزلام النظام خاصة الرئيسي وخامنئي. هو قال أنا عندما أسمع هذا الصوت يعتبر بالنسبة لي تعذيب من أصوات المتظاهرين، وهذا يبين ينعكس إزعاج النظام الإيراني وكل النظام برمته من صوت المعارضة الإيرانية في الخارج، كيف يعني يكون تحت الضغط عندما يعلو صوت المقاومة وصوت الشعب الإيراني والجالية الإيرانية في الخارج. شكرا. في داخل إيران. شكرا لك من باريس عضو المجلس الوطني الإيراني الأستاذ مهدي عقبائي، كنت معنا، شكرا لك.